السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رشيد حبشو، تاجر وخبير الأحجار الكريمة وتاجر الألماس الخام. مرحبا بكم في قواعد شرح قواعد الطرائق لريتشارد تامبر مع بعض المزيج. هناك حذف لبعض الأشياء وإضافة أشياء، إذا هو أكثر مما هو شرح فهو يعني تعديل وشرح وإصلاح. يقول في القاعدة 12: بمقدورك أن تجني المال وتستمتع بوظيفتك وتنام قرير العين. يقول: إن الكثير من الناس يعتنقون واحدة من هذه الأفكار أو يعتنقونها كلها. أن جني المال يتطلب منك أن تكون شخصا فظا مخادعا مستغلا طماعا معدوم الأخلاق. أنه لكي تصنع قدرا من الثروة يجب أن تبيع روحك وعائلتك ومبادئك. أن كونك ثريا يعني أن تصاب في النهاية بأمراض القلب والأرق وكافة الأمراض الأخرى المرتبطة بالتوتر والضغط العصبي. لكي تجني المال لا بد أن تتحول إلى وغد زنيم يضحي بعائلته وأخلاقياته وسعادته وكل شيء على مذبح الثروة. حسنا، قد يكون الأمر كذلك، لكن ليس بالضرورة، بل في الحقيقة لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك أبدا، وهذا هو أجمل ما في الأمر. فإذا كان الأمر بهذا السوء فلا بد أنك تفعله بصورة خاطئة. إن المال متاح للجميع لدرجة أنك لست بحاجة للعمل. نعم. ثم يقول إن الصورة التقليدية العتيقة لرجل الأعمال المضغوط دائما والذي يصرخ ملقيا بالأوامر عبر الهاتف وهو ينفخ دخان سيجاره وفي نفس الوقت يوقع على صفقات مريبة قد عفى عنها الزمن. إذن هنا يقول: لو ليس بالضرورة إنسان أن يكون شريرا أو يكسب المال بطرق خاطئة، بل باستطاعته أن يفعل ذلك بالطرق الحلال. وهناك أشياء كثيرة للاستثمار الحلال، هو فيها نسب مربحة ضخمة جدا. هناك استثمارات فيها نسب مربحة كبيرة جدا. هو في 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 قواعد الثراء يتكلم عن 3% 5% في الاستثمار، وربما أقل من 5%. هناك مسألة الاستثمار الربح فيها قد يكون 300%. وأنا من يريد أنني أن أفيده ومن يريد معلومات يتصل بي، هناك يعني مشاريع ضخمة وفيها يعني ربما لا تطلب أموال باهظة لكن فيها أرباح كبيرة جدا. مستعد أن أتشارك مع من يريد أن يتشارك ذلك معي ليتصل بي. إذن أشكركم، انتهاء القاعدة 12، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم. لا تنسوا الضغط على اللايك وسبسكرايب لتتوصلوا بفيديوهاتي الأخرى.